طيب الآن نجي لشرح الجزئية الثالثة في الكود. إيش نقول له إذا كان فولز؟ إحنا دحين في الست انترفال قاعد يسوي يلف 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 يلف. إذا كانت فولز معناته هو قاعد يفتحها يمددها يمددها يمددها. فإحنا نقول له إذا كانت فولز وصل الارتفاع إلى أكبر من أو يساوي 200، خلاص إحنا نبغى هذا الحد. فان كلير انترفال كذا ايش يصير؟ خلاص اللوب يوقف اللوب. بعدين هنا حول الحالة الى ترو، يعني انها مفتوحة. طيب else اذا كانت مفتوحة القائمة هو قاعد ايش؟ قاعد يقلص الحجم اثناء اللوب، يقلص يقلص يصغر. وصل الارتفاع اصغر من او يساوي 2، نفس الحكاية، وقف اللوب، حول الحالة الى فولز انها ايش؟ مسكوكة. بعدين اخفيها اخفيها، وهذا كله بسرعة يصير في اللي هو نود اون كليك. طبعا في اتاك، محاولة اتاك على الجهاز، ما ادري ليش. عموما خلينا نكمل. عموما على اي حال، الا برضو مره ثانيه ريموت اي بي ادريس ديتكتد دي ان اس، يلا ما هي مشكله نكمل. الا الان سوي ريفرش، نفذ، شوف الان ارجع، شايف الانيميشن كيف بالطريقه هذه. وهذه هي فكره المثال بكل بساطه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.